بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط ثمانية. र यो शर्त अरु कसरी छ जस्तो कि कुनै पनि कला गर्ने चाँडो हुन्छ अनि त्यो चाँडोको दाँत हुन्छ त्यसरी त्यसरी नै लाइनाका दाँतहरू छन् त्यही दाँतहरू के हो शर्तहरू र लाइनाको शर्त किन यदि कसरी लाइनलाई भन्छ यो लाइनलाई उसले कहिले गर्नु उसलाई नफा दिँदैन जबसम्म उसले आठ शर्तहरू पुरा गर्दैन الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول فلو كان جاهلا بمعنى لا إله إلا الله والله لا تنفع وتقدم معنا أن معناها لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العباد الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله كي وانه لا إله وانه الله باي كل بني سينا جو عباسنا أثوا بكر أثوا إبادة تلايسن الله باي كل بني سبت سبت معبد الله الله باي كل بني نعم إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق كل ما عبد من دون الله عبادة باطل واعبد الذي يستحق للعباده هو الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب اذا الشرط الاول من شروط لا اله الا الله ان نعلم معنى لا اله الا الله. نعم. الثاني الصدق أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله لأن المنافق نسأل الله السلامة كاذب عندما يقول لا إله إلا الله وكذلك الإخلاص إنه لا يمكن أن يرائي بلا إله إلا الله أن يخلص ولا يشرك لأن الشرك يبطل العبادات كلها यो पनि तेस्रो शर्त हो किनभने जसले एकासित अल्लाहको इबादत गरेन त्यसको इबादत मकबुल हुँदैन बर्बाद हुन्छ يعني يقول لا اله الا الله ويذبح لاصحاب القبور لا تنفع لا اله الا الله जसले कि कसैले लाइला पढ्छ तर एकासित अल्लाहको इबादत गर्दैन या फिर इबादत गर्छ तर अल्लाहसँग अरूको लागि उसले बलिदान दिन्छ या अल्लाह अरूको लागि उसले नमाज पढ्छ यसले कुनै फाइदा गर्दैन والقبول لابد يقبل كل ما جاء به الله وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد شيئا لو رد حرف واحد آية واحدة لا تنفع لا إله إلا الله جود الفرق كي وجه قبول قبول يعني الله 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 تعالى لي أخذ الرسول ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جي بني نعم برسل في سويني ما أخذ نتس كو بني بني لو ترى حرف كي لكان رغم يدي كو سيدي بني يورا يورا لو ترى يورا حرف كو بني يمكن لكو سواني تسلي لا إله إلا الله رحمه الله بني كي بني خالد قرأ بني ولا بد من الانقياد لا بد أن يعمل نعم ولا يترك العمل त्यसरी आफूले सम्पूर्ण गर्नु अल्लाह प्रणाले यसको अर्थ के भने अल्लाहले जे पनि भन्नुभएको छ त्यो माथि अमल गर्नु अर्थात् अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नु نعم وكذلك لا بد من المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله فلو أحب الأولياء أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام محبة مساوية لمحبة الله والله لا تنفع لا إله إلا الله تسيبني لا إله إلا الله مشروع رمضي هو الله سبحانه محبت رسول الله كما يرد رأيو مايا الله تعالى كما نرد زبري سيدي يدي قصيري الله سبحانه الله أرهو أرهو لك مني مايا كرسة أرنا مرمى رتي ترجع مع أخرتي يشير مايا كرسة أرهو بلاك يو نعم إذا لابد أن يحب الله سبحانه وتعالى طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة نحبهم لكن تحت محبة الله لأن الله أمر بحبهم तपाईँ एउटा प्रश्न उठ्छ भने कि यदि अल्लाहको लागि मात्र माया गर्ने भने अम्बियाको माया अथवा मोहब्बत या वलीउल्लाहको मोहब्बत यो कहाँ जान्छ भने
यसको दर्जा के हो? यसको दर्जा अल्लाहको मोहब्बतमा चाहिँ हुन्छ। अल्लाहको मोहब्बत जस्तै अल्लाहको माया जस्तै माया अरूले नगर्नु। نعم كذلك لابد من شروط لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بالطاغوت، فإن لم يكفر بالطاغوت ويكفر بما يعبد من دون الله هذا ليس موحد، لا تنفع لا إله إلا الله. كذلك لا إله إلا الله जति पनि ईश्वर अथवा भगवान जस्तै मान्छेहरूले पुग्छन् अथवा उसको उपासना गर्छन् ती सबैलाई धुत्कार्न अथवा इन्कार गर्न जरुरी छ। यदि कसैले ताबुतको इन्कार गर्दैन भने लाइदिएला मुटुला पढ्न चन्दुलबत पढ्ने उसले केही पनि फाइदा छैन। ولابد من اليقين يعني لا يشك واحد في المئة أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لو شك طرفة عين لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. كسيقولي الله معدي اليقين وضده الشك، يعني لا يشك في انفراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه، ولا يشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فلو شك 1% لو شك طرفه عين لا تنفع لا اله الا الله. نعم، إذا لابد من أن نحقق هذه الشروط حتى تنفعنا لا إله إلا الله. فهناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. يا ما كان يسلم أنت كويس أن لا إله إلا الله مطلع برضه ترى يو بعنا دي أصلا كيف أني فايدة كويس من كان يقول لا يعرف معناها جسد يسلم يسلم ما أعرف فني كويس وإذا كان لا يعرف معناها معنى هذا أنه لا أعمل بها بس لا أعرف كويس أنه أصلا ما أعرف فني كويس أو كان يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله أو يقول لا إله إلا الله وهو غير موقن أو يكذب في قول لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها أصلا أو يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الله سبحانه وتعالى أو يقول هؤلاء الكفار أنا لا أدري هم كفار أو لا عبادتهم حق أو لا هذه الآلهة حق أو لا أنا لا أدري أنا لا أعرف أثواب الزكي يكافر الكفار هم ملتحسنا अथवा यी भगवानहरू जसले यी कार्यहरूले पुग्छन् यिनीहरू सत्य हुन्थ्यो हुन् हुँदैन सत्य हुन् कि असत्य हुन् मैले थाहा छैन भनेर भन्छ भने यसले पनि लाइन मनुष्य भन्नेले फाइदा पुऱ्याउँदैन। वल्लाहु अलम। अल्लाह सबै